تفضل سي نوردي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بالصدفه وبمعيه سيد مدير الشباب والرياضه سي مراد بن عامر اي برفقته قمنا وبسيادتكم اي بزياره ملعب قايد احمد. بالصدفه تفاجات اولا لوتيره الاعمال والاعمال في ساعة متأخرة من الليل فيه هناك يا ديزولي كي طرافي، هذه واحدة. ثانيا وكأنني أكتشف ملعب قايد أحمد مرة من جديد، ما كنتش لم أكن أدري بأن فيه كل هذه المساحات وهذه الملاعب غير المستغلة إلى حد الآن، إلا أنه ليست بالمجاملة وماهوش هذا واقع، راك تصور وتشوف. إلا أن تما سيد مدير الشباب والرياضة ورانا وبالدليل باللي أن هناك ست ماء، باللي أن هناك ريبليك راه مضعوف فيه العشب الصناعي. عندنا لو تيران برانسيبال وعندنا ريبليك راه مخدموه افيك كرادا، ريبليك افيك كرادا، وست ملاعب جوارية غادي تكون كذلك بالعشب الاصطناعي. ست ملاعب جوارية، ملعب تاع تينيس غادي تأمونوكا، ملعب نتاع ليبول، هاني الجماعة تاع ليبول تاعنا كيما كتقول سي محمد تاعنا عندنا اوناسيون دي شامبيون دو بول، غادي يرجعوا ان شاء الله يبعثوا هذاك الرياضة تاع ليبول وان تيران دو باسكت. عندنا مام ان اونترينور تاع ليكيب ناسيونال تاع ليبول، عندنا الله يبارك سي مسيو زبيدي. وا سي مسيو زبيدي اللي نحييه، ومسيو زبيدي معروف، حنا كانوا عندنا دي زانترناسيونال اللي شاركوا في العاب عالميه وبطولات عالميه، ونترحموا على الاب تاعو الله يرحمه ويسعده. والله يرحمه، سيتي ان شامبيون، وحنا ننظر ان شاء الله بهذو لي زيسباس بهذ الفضاءات تكون ايرولاف اسوري ان شاء الله بربي. سي نور الدين بغيت نعرف غير شحال لي ستاد تاع لي ستاد اللي شفناهم هنايا من خلال الزياره تاعنا هذه. عندنا قايد احمد، عندنا الاساسي الرئيسي قايد احمد، ولا اللي راهي تعاود كامل به بالمرافق كي نقولوا المرافق لي سانيتير لي دوش كلش، راه عندنا الصور وعندنا الفيديوهات، راه باقي غير الوضع تاع العشب حتى الكراسي اي كاع كيسمو ستين فاني، هذه لا نوفوتي هي كاع يديروا له كاع كراسه، هذه وحده. ثانيا عندنا ست ملاعب جواريه سي تيران دو بروكسيميتي بالعشب الاصطناعي، وكاين الملاعب الاولى بدي تريبون دو بتي تريبون، وعندنا ملعب تاع تينيس غادي يجوا عينوه من الفيدراليه تاع تينيس وملعب نتاع باسكت، وعندنا ملعب ان سيركوي مسلك خاص بالرياضه المدرسيه، سيتان تيران بور اتليتيزم لالعاب القوى. داكور، شكرا سي نور الدين. العفو سي محمد.